عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. صحيح البخاري. لأنسي كري مالك ورزاي خداي لسربي كبيغمبر درودي خداي لسربي فرميتي سي آكار هن لهر كسك دا هبن أوا هزب شيريني إيمان دكات لدلو دروني دا كأوانج بريتين لا خداو پیغمبرکی لهمو کسی خوشتر بوید و اگر کسی که خوش بوید تنها لپیناوی خدا دا بید و پینا خوش بی کبگاری تو بو بی باوری هر وکو چون پینا خوشا کفره بدریتا نو آگره و